لا خلاص يا جماعة، أنا زهقت بجد والله، زهقت من برجي. أنا فاتحة القناة دي بالظبط بقالي النهاردة 5 يوم، يعني 4 أيام بيور كده. أنا دلوقتي ببص على الفيوز وكده قبل ما أنام وعدد الساعات وكده، لقيتها ما عادتش قوي والمشتركين ما زادوش قوي، فقلت لا خلاص أنا هقفل القناة دي، أنا زهقت، أنا تعبت قوي فيها، أنا خلاص كفاية عن المشروع ده. بعدين قعدت كده 2 دقيقة وافتكرت برج الحمل اللي انا منه. بجد يا جماعة البرج ده صعب قوي بجد بجد، احنا عندنا قلة صبر بجد، هتودينا في داهية. مفيش حد عاقل بيقول الكلام اللي انا بقوله ده بعد 5 ايام ابدا. يعني انا شفت الناس على اليوتيوب وكده، يعني اقل حاجة حققوا شروط بعد سنة، بعد سنة وشهرين، بعد سنة و4 شهور، بعد 2 و3 سنين. يا جماعة أنا عايزة أحقق الشروط دلوقتي في الأسبوع الأول بجد. أنا يعني أنا عارفة إن دي مش حاجة عاقلة، دي مش حاجة صح بجد والله. نصيحة برج الحمل، اقعدوا كده واضحكوا على نفسكم زي ما أنا ضحكت على نفسي. قلة الصبر دي بجد هتودينا في ده بجد. على المستوى الشخصي أنا خسرت حاجات كتير وفرص كتير وضيعت على نفسي حاجات كتير بسبب قلة الصبر في كل حاجة، في كل خطوات حياتي قليلة الصبر. ما بعرفش استنى، ما بعرفش استنى حاجة خالص. لو اقول لكم بطلع البطاطس المحمرة مش مستوية في الزيت وهي بتتقلى، بطلعها مش مستوية عشان مش قادرة، زهقت خلاص مش هقدر اصبر لحد ما تستوي اكتر من كده. اول ما تبدأ تنفع تتاكل كده بطلعها. بجد انا تعبت خلاص من البرج ده وعايزة اغيره، يعني صعب 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 اللي بيحصل. ارجوكوا يا جماعة، ارجوكوا افتكروا الفيديو ده كده كل ما تيجوا تتسرعوا وتتهوروا. لو تشوفوا الحماس اللي كان عندي من 2 أو 3 بالظبط، كنت متحمسة قد ايه وبعمل فيديوهات كتير وبتابع ومبسوطة جدا لما المشاهدات بتزيد. ولو تشوفوا الاحباط اللي عندي دلوقتي، احباط فظيع مش ممكن تتخيلوا. ان الحالتين دول حصلوا في 3 ايام، مفيش حد عاقل يقول كده. انا خلاص عايزة هحاول جاهدا ان انا اغير البرج ده. صباح الفل، انا قلت اضحكوا قبل ما تناموا ولا لما تصحوا. صباح الفل. لا خلاص يا جماعة، أنا زهقت بجد والله، زهقت من برجي.